مساء الخير. يا ريت نساعد بعضينا والكل يقف صح كده، كله جاهز شرطه وورقه ومستنداته. جالكم الصح، انا الصح. الكل يجهز، اوعى حد منكم يحلم بس انه ممكن يعدي باشياء مني. اتفضلوا. يلا يا جماعه بعد اذنكم نركز مع الامين عشان ما بيرحمش. يلا يا ماما. اتفضل يا باشا. ايه يا حاجه؟ معاك يا حاجه؟ اعوذ بالله. ايه يا ست ده؟ انت مسافره بجثه؟ لا يا ابني، ده فضلة خيرك شويه حاجات بسيطه كده. شويه حاجات ايه بس يا ماما؟ ورق كرنب وسلقاه ومش لفاه. مش لفاه ليه؟ اصل الانبوبه خلصت. الانبوبه خلصت؟ اه. لا الانبوبه عندنا مليانه، احنا هنسويهولك يا حاجه. وده ايه؟ مش بدونه. وده ايه؟ فول بسوسو. ايوه. وايه ده بقى؟ ده فراخ بكوكو. عنك يا حاج عنك، حتى عشان تطلعي الطياره على مهلك كده وخفيفه كده. شيلي يا حسن. ماشي يا حاج. يلا يا ماما. يلا يا ماما اللي بعده. عدي يا حاج عدي. اهلا يا عروسه، الف الف مبروك يا قمر. امال فين العريس؟ حجز بيزنس الكلب وسابك؟ لا، جوزي سافر وانا حصله. بقول لك ايه، امي بتسلم عليك وبتقول لك اوعى تقرب ناحيه ذكر البط بتاعي. اه ده لسوم الصلاحيه. يا ولا ده احنا نزودهولك. مش عاوزه كمان نزفك ولا حاجه؟ كابتن فاروق ده بتاعنا، نقول له يزفك كده يعمل لك شويه خمسات على البحر الاحمر كحكايه صغننه كده. لا 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 لا، ملوش لزوم. بعد كده كده الركاب هيترش على الفستان بتاعي. عدي. يفرشه؟ مقرفه قوي. ده ربنا يكون في عون اللي مستنيها هناك. استاذنك تليفون بس. لا اتفضل اتفضل. بس 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 يا باشا. يا عم انت بتكلمني كده ليه يا عم؟ بس الباشا معاه تليفون. بقول انا بصبح على الباشا. انت مالك انت؟ الله يصبح عليك. انت عيب تعرفه. انا اعرفه ولا لسه تعرف عليه؟ تليفون عندي. تليفون. اتفضل رد يا باشا. سعادة الباشا كابتن رؤوف حبيبي. تحت امرك يا فندم. عينيا. عايز ايه فاضل؟ رقاق. ابو علي عندنا رقاق. لا والله اللي فاضل فطير مشلتت وعسل. فطير مشلتت وعسل يا فندم. ورق عنب عندك؟ ورق عنب يا ابو علي؟ فاضل طبق بس حمضان. فاضل طبق بس حمضان. فاضل طبق لا بس حمضان. خلاص هنديه له حمضان. فاضل طبق واحد. اه حاضر. حمام وممبار. حد من الواقفين يا جماعه معاه حمام ومنبار؟ حد مع الاساتذه معاه حمام ومنبار؟ خلاص يا ابو علي، في واحد بيشاور هناك. حمام ومنبار موجود يا فندم. عينيا الاثنين. طلع حاضر. طيب يا فندم الطياره تستناك يا باشا، احنا بيهمنا محمد رسول الله. مع الف سلامه. تحياتي يا فندم. شايف البشاشه؟ طب اخلص وقت الشرطه. حاضر يا باشا، انا جاهز اهو. ده احنا سلامة اهوت وكل اجراءات سليمة. الشنطة قدامك ايه لو عايز تفتش؟ اه طب باسبور وفيزا اهم لو عايز تشوفهم. حبيبي مكتب مفتوح يعني. سعادتك. اتفضل سعادتك. ايه ده؟ ايه ده؟ لب وزباني وفستق وبندق وسجاير سوبر. معاك لا مؤاخذة من اجود الانواع. ايه التسالي دي كلها؟ بغبغان مسافر. انت لو تفتح مقلك. يا باشا ده استعمال شخصي والله. يا لب انت عندك، انا مجنون متضايق امشي في الشارع انا اتسلم ايه؟ اقعد على قهوه فين سعادتك بره. اه حبيبي لأي مصري بينزل ولو دولة أوروبية أول ما بيحط رجليه ما بيفكرش غير في مشروع واحد، إنه يفتح قهوة ويسميها ليالي الحلمية أو حدوتة مصرية. عرفت إزاي؟ لا أنت يا باشا بس فقست الخطة اللي كنت هعملها. العلامة حاجة عندكم يا سعادة الباشا؟ لا علي عليكم. لا أنا قاعد هنا أسرع يراطب الطين. رجعلك يا طارق. رجعلها اقعد جنبها. لا اله الا الله محمد رسول الله. سبحان الله ولا اله الا الله. اتجنن يا عيني. فاكر نفسه ناصح هيعدي. عليك يا باشا. مساء الخير. الحمد لله. اتفضل. شايف الادب؟ اه شايف الاحترام؟ اه انا مفكر ما اشوفش اي حد. لا لا يا فندم. طب ده ما تاخدش ازاي؟ ده ما تاخدش ازاي؟ ادي الباسبور.
الباشا عمره ما عمل كده مع حد. خلي بالك يا ما بيفتحها بنفسه. الشنطه من لونها ادم. ادم بالظبط. ايه ده؟ ده تمثال يا فندم. بجد وانا اللي فاكره لوحه؟ لا لا حضرتك، ده تمثال، تمثال لجده. جده بتاع الاهلي؟ لا لا حضرتك، جدي انا، عشان انا حفيد الفراعنه وحضرتك حفيد الفراعنه وحضرتك حفيد الفراعنه، فده تمثال جدي. انت هتشتغلني انا؟ لا ليه؟ دي اثار. لا مش اثار يا فندم، دي حضرت 7000 سنه. حضرت ايه؟ ال 7000 سنه. اه بص يا فندم انا هفهم حضرتك. اتفضل. دلوقتي الست اللي كانت ماشيه بكرومب دي حضرتك خدته منها، والراجل اللي كان ماشي بسجاير سوبر ده حضرتك خدته منه. دلوقتي دول كانوا مسافرين بالحاجات دي ليه؟ صحيح يا باشا، احنا عمرنا ما فكرنا في الموضوع ده. برافو ابو علي. صح. انا فعلا دلوقتي بس بدات افهم انا ليه ليه. عشان الحنين يا باشا. عشان الحنين؟ الحنين. دلوقتي يا باشا المغترب من هنا بيسافر بره بلده بتوحشه. بيبقى نفسه في صباع كرومب يفكره ببلده. او سيجاره سوبر تفكره بخلقه هواء. يا سلام. دلوقتي يا باشا انا مسافر بره. ايوه. وهتغرب. ايوه. منين هرمي عيني؟ ايوه. هشوف موبايل ياباني. ايوه. موزه روسي. طب وانا ايه اللي يفكرني ببلدي يا باشا؟ صح. دلوقتي لما حد بره يتعوج عليا ويقول لي فين حضرتك وانا سايبها هنا، سايب مسلاتي وسايب اهراماتي. أيوه. سايب كل ده. ايوه. يتعوج عليا اطلع له ايه يا باشا؟ لا لا معلش يا باشا اقول لك. لا قلت ادب. لا يا باشا ده طلع حاجتك. ايوه اثاره. اثار بلد. انا فهمتك صح. صح. الله يفتح عليك يا برنس. انا واخد معاك التمثال ده عشان اطلعه له واحطه له على الترابيزه واقول له انا مصر، انا الهرم والنيل، انا حضرت ال 7000 سنه ومهما تغربنا من تاني اكيد راجعين. انا دايب وكل حنين يا باشا. الله. قفل الشنطه. قفل الشنطه بسرعه. مش قادر اقول لك يا ابني غير يا رب يكون في ولو اربع شباب او خمس شباب زيك عشان يبقى رقم مقفول. اكيد البلد كان هيبقى حالها متغير عن كده. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا فندم. يلا حبيبي الحق طيارتك. توصل بألف سلامة. مع ألف سلامة. ألف سلامة. ادعوا لنا بس. ياه ايه ده يا باشا؟ ده الواد ابن حلال ابن حلال. ايه يا باشا؟ ربنا معايا ان شاء الله يا رب. التليفون يا باشا التليفون. كنت بتقول ايه يا حسن؟ التليفون يا باشا بقى لي ساعة ونص. ايوه انا اسفه اللواء مرد فهد. ايوه الولد اللي كان معاه اثار ده لسه معدي من شويه. سلام يا فندم لو شفته. سلام يا فندم لو جيت حضرت اللي انا حضرته. تقول ايه سبب؟ كم مره وجبنا مرابيلي تحت الاثار؟ ايه؟ حسن حاضر يا باشا خد يلا.